متراري في نفس الحاجه اللي غادي تخرج عليه. كون ديك الدخله ديال الشاب انا هادي انا نعطيك بروتين رخيص انا نعطيك هادي وانا راسي كلش حوايج اللي خاطئين ديال بصح دونك الناس اللي يلاه بادين يقدروا يتيقوا داكشي اللي كيقول اما الناس اللي مافونسي في الدومين راه كيشوفوا داكشي وكيبقاو غير يضحك تيق بالله هادشي اللي خاصو يدار وغيمشي يدير ملي كانت عندنا كورونا وتزادنا الموت واش لافامي كي دايرين صافا مزيان كنتمنى من الله تكونوا في احسن الحالات معكم فؤاد فليكس كالعاده بموضوع جديد كما وعدتكم ما كاين غير الجديد ما كاين غير الموتيفاسيو موضوعنا اليوم الدراري كما شفتوا في العناوين اللي هو رشيد الموتشو كما شفتوا الدراري الاسبوع اللي فات نزلت واحد الفيديو كنتعقد فيه هذا الشخص هذا على الفيديو اللي كينزل غيضر بهم النار هذا الشخص هذا حتى هو ما عجبوش الحال انني انتقدته على داكشي اللي كيدير فمشى ودار واحد الفيديو نزلو كينتقدني فيه وكينتقد الناس اللي خرجت كلها تخدم في الخليج السعوديه قطر الامارات البحرين الى اخره حنا غنشوفوا الفيديو كاملين نهضروا عليه قال علينا بلي حنا خوانا وسمحنا في البلاد وخلينا البلاد والناس ما خصهمش يسمعوا لنا حنايا وحنا خدا وحنا خصنا هو اللي يسمعوا ليه حيت هو بقى في البلاد وكيقدم للبلاد واخا اول حاجه السي الموتشو راه الرسول عليه الصلاه والسلام بشر بالهجره يعني واحد قدي انا خصو يقلب على رزقه فهمتيني ما بقاش تيتيني ني حدا بامي ثاني حاجه هاد محمد توري عبد الواحد توري عزيز جلالي مثلا الناس اللي هاجرت بحال حكيم الكوزي بحال حمزه بن نور بحال بزاف واش هادو دابا في نظرك انت خائنين دابا هادو كلهم خائنين انت حيت عممتي قلتي الخليج كله يعني السعوديه قطر الامارات البحرين اسمع السي الموتشو اول حاجه انت من طلعتي ترد على الفيديو ديالي طلع اعترض على داكشي اللي انا درت عليه فيديو وبرهن للناس انك انت على صح وانا اللي على غلط اما دابا انت باش تعرف انك ضعيف شخصيا وفي الحوار ديالك طلعتي وبديتي كتهضر في حوايج اخرين هذه وحده ثاني حاجه غنبقاو حنا حداك في البلاد شنو غنبقاو قاسم كنديروا المهم الدراري لي فيديو كاملين انا شديتهم حطيتهم عندي غادي نحطوهم فيديو فيديو الدراري وغادي نهضروا على كل فيديو ونشوفوا هذا الشخص هذا نورمالمون انا انتقدته في لي فيديو ديالو نورمالمون هو خصو يطلع شنو يدير انه يرد عليا ويقول لي هادي راه صح وهادي غلط وهادي راه صح وهادي غلط مي ما كانش عنده الوجه انه يطلع ويقول على داكشي كامل حيت كان عارف راسو داكشي كامل عنده غلط ما قدرش يواجه فطلع بدا يواجه بطريقه اخرى يعني روح الحوار ما عندوش نشوفوا الفيديوهات الدراري ونهضروا فيديو بفيديو دونك انا حياتي كامله كنهضر على هذا الوطن هذا والشعب المغربي فهو احسن شعب والجامعه الملكيه هي ما كتظلم حتى واحد وانما لكن في النيفو وراكت كلاسيك فهي اجود جامعات في العالم الجامعه المغربيه او الجامعه الملكيه كامل الجسم والوطن ديالنا احسن وطن والملك ديالنا احسن ملك وكنشكر كل شيء كما شفتوا الدراري دابا السي الموتشو طلع كيقول لك كنهديكم داك الخبره اللي عنده وان الشعب المغربي احسن شعب والملك ديالنا الله ينصرو احسن ملك والمغرب ديالنا احسن بلاد اول حاجه الشعب ديالنا احسن شعب انا معك فيها الملك ديالنا احسن ملك انا معك فيها الله ينصرو انت شنو محلك من الاعراب بقيتي كتقدم لهم داكشي اللي عندك شنو كتقدم لهم كتقدم لهم داكشي ديال البيض بقشورو كتقدم لهم ديك التفاهه ديال ديك شوف تيفي اللي كتمشي تقول لهم دراري صغار كيسمعوا كيتفرجوا فيك كيتمارس عليا ما كيتمارس عليا شنو ما فهمتش انت ما خصكش تبقى تبان في اليوتيوب اليوتيوب انسى عليك شي حاجه سميتها السوشيال ميديا شتي داكشي ديالك انت خليه عندك ما تفيدش بيه المهم نشوفوا واحد الفيديو وهاد المدربين الوطن محتاجهم وهادو باعوا راسهم الوطن كبركو وكبر والديك وكبر جدودك مني مشيتي وليتي كتهضر على الابطال وتهضر تتكلاشي الشعب المغربي وكتستحمر الشعب المغربي رغم انه هو اللي وصلك هذاك الشيء دونك انت ديك الام اللي وكلاتك وشرباتك هزيتيها وديتيها لملجا الايتام فالمغرب محتاجك كما شفتوا دابا قال لك حنا مدربين وهربنا على البلاد ولينا نستحمروا الشعب المغربي حاشاكم فوق راسي دابا بغيت نقول لكم دابا شكون اللي كيستحمر الشعب المغربي واش عمركم شفتوا فؤاد فليكس طلع ولا محمد توري ولا المهم الابطال اللي كاينين ولا حكيم الكوزي ولا الى اخره طلع قال لكم كلوا البيض بقشور قال لكم ضربوا جوج كيلو ديال السنيده ولا السكر ولا قال لكم خلطوا كوكا وضربوها مع الزعفران البلاد محتاجانا كمدربين اي خرجنا ونزيدوا نتحكموا نزيدوا نعرفوا نطوروا من المهارات ديالنا ونرجعوا للبلاد ونفيدوا ولاد البلاد يعني راه الانسان ديما كيخرج يهاجر على طلب العلم اي غادي نخرج وغادي نحتك مع ابطال العالم سوريين ومصريين ومخلطه الدعوه وغنزيد نكبر الدماغ ديالي ونعرفهم نرجع للبلاد غنرجع بشي حاجه زايده اما انني هاجرت البلاد محتاجاني البلاد عندها
ولا رجعت غنزيد انا اللي جبت نجيب ليها. والهجرة اي واحد طاح في الهجرة غيهاجر، راه ولاد الشعب كلهم عارفين هذه القضيه، حيت ولاد الشعب واقعيين. اما انت السي الموتشو كتقول لنا كنستحمروا الشعب المغربي، هذه ضراتني انا. راه انت الوحيد اللي كتستحمرهم صاحبي، وراه ما كتستحمرهمش راه كيضحكوا عليك. وهما شي الشعب المغربي عارف باش مسقيه، راه انت اللي طالق السلاح وكيسحب لك ابو وحدك انت اللي. المهم دابا ما غنكثروش الهضره، نشوفوا واحد الفيديو اخر. خصك تعرف الطريقه انك باش غتوصل للدري الصغير فكره. ملي غتقول ليه مثلا كل 3 كيلو السكر هو غتبان ليه شي حاجه كثيره، يعني بحال ماشي بحال قلتي ليه خذ جوج طوبات او خذ 100 غرام، واش غيدير؟ غيمشي يسول وغيمشي يقلب وغيلقى بان، غيمشي لجوجل غيلقى بان هذاك الشيء هو خطير عليه. بليس انا ذاك الدري الصغير باش تعطيه معلومه ديما خصك تعطيه بالعكس. كما شفتوا الدراري الصحفي ديال المرقه شوف تي في هضر معاه على القضيه ديال السكر، وقال له انت كتعطي للدراري الصغار شي حاجات اللي كذا اللي غضرهم وكذا هذه. فكانت الاجابه كما سمعتوا الدراري انه قال لك ديما خصك تعطي للدراري العكس. واخا بحال دابا انا عندي خويا صغير الوالده ديالي بغات تخرج وما بغاتوش يخرج للزنقه يضربوا البرد ولا شي حاجه، ولا غتقول له هي خارجه تقول له ها انت خرج تلعب برا، غتخرج الوالده خويا ما غيخرجش غيدير العكس. ولا غنحطوا شي ماكله للدري ونقول له كل هذا الشيء ونمشيو غنجيو نلقاه ماكلاش، غيدير العكس كما كيقول السي الموتشو. واش قول لي واش انت مسكين لك عب وحدك ولا شناهو؟ واش انت كضحك؟ دابا شكون اللي كيستحمر الشعب المغربي انا ولا انت؟ دابا دخلت عليكم بالله الدراري قولوا لي دابا اللي بغى ولده ما يديرش واحد الحاجه يقولوا العكس ديالو، تحط شي حاجه قول ولدك هزها لعب بها وسير خرج تجي تلقى ولدك ما هزهاش. ومع العلم انك راك تتعامل مع دري صغير على قد عقله، يعني تقول له الحاجه غيديرها. قال لك لا هو قول له العكس. دابا الدراري هذا الفيديو انا درته على حاجه واحده ماشي باش ننتقدوا، ما بغيتش ننتقدوا انا، بغيت غير نبين لكم هذا طلع يرد عليا زعما واش هذا رد. المهم الدراري نشوف واحد الفيديو اخر. انا ماشي خائن بحال دوك الخوان اللي خارج الوطن وكيبداو كلاشي ولاد بلاد، فهمتي؟ لانهم شرف عليهم اصلا هذوك الناس. واحد اي قراني اش كتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المهم صدق الله العظيم. المهم كما سمعتوا عبد الله باقي كي مصر على نفس الكلمه كيعاودها اننا احنا خائنين وخرجنا من البلاد، وباللي حنايا كتنطبق علينا ذاك الايه ديال اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وانا نجاوبك على حاجه واحده، راه انت اللي انطبقت عليك ديك القضيه ديال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، راك عارفه علاش. انا نقول لك علاش، حيت انت دابا من كتهضر على الدراري اللي خرجوا سافروا كاملين انهم خوانه وانهم، فانت راه حاقد على بنادم. دابا انت راك مريض ببنادم اللي خرج يخدم الله يسهل عليه، بغي الخير لعباد الله باش الناس يبغيوه لك. دابا انت غنطلعوا الناس ننتقدوا وقلت شي ما حاملنيش، انت راه ما حاملش امه على قد. ثاني حاجه بغيت نقول لك واحد القضيه، الله يشافيك والله يعفو عليك، اعتبرني خوك، نقول لك دير عقلك حضر العقل. المهم ما علينا، نشوفوا واحد الفيديو اخر. ليلتنا ما غاتساليش طويله. وصل واحد النيفو ديال المسكل، هذاك الشيء بالعلم. حتى انت سير قلب عليه وصل، ما غاديش توصل، ولكن الا جيتي عند الكوتشينغ اللي عنده تجربه غادي يوصلك اي نيفو انت بغيتي في اسرع من الوقت واسرع من داك الشيء كتمنى، وغيوصلك احسن النتائج. ولكن الكوتش عنده تجربه، ماشي كوتش عند مسن كلاسي 5 ولا 6 بطاط المغرب. عرفتي اخي الموتشو، عرفتي عباد الله دابا بغيت نعرف دابا السي الموتشو كيعاودها بزاف، مكلاسي بطولة المغرب، مكلاسي بطولة المغرب، مكلاسي السي الموتشو. وتات بطولة المغرب اللي كتهضر عليها واش انت كيسحب لك عندك باب الجنة؟ شنو هي بطولة المغرب؟ راه ولاو دراري تزادوا على البارح ولاد 2005 2000، راه منهم اللي خرج من برا البلاد ولعب في الصباليو ولعب في البرتغال، لعب كاين اللي لعب مستر اولمبيا كاع فيزيك هواش كاين، وانت باقي حاجه تلعب في بطوله المغرب ولا؟ دابا انت ضربت بطوله المغرب، انت هو اللي غتفيد الناس، انت هو اللي غتعطيهم الحلول، انت هو اللي شنو هو الحل؟ البيض بقشورو؟ ولا غدا تقول لهم ديروا زعلوك اخويا على اللبن؟ واخويا اش نقول لك؟ الله يعطينا عوجك. غنشوفوا واحد الفيديو اخر. الجيين او الاماراتيين او القطريين، انا ما كنعترف حتى شي واحد فيهم واخا يكون بطل العالم، حيت حنا ما كنستافدوا منه والو. بطل العالم ما عندوش تجربه، واخا يكون بطل العالم انا ما غنستافدش منه، ما عندوش تجربه ككوتشينغ، وانسان ما عندوش تجربه بعدو منه تقول يا قاري ما عندي ما ندير بقرايتك. اش النيفو عندك؟ خص تكون عندك بطاطا المغرب الاول كاس العرش الاول، وتكون عندك واحد 20 عام ديال اكسبيرونس. كيما شفتوا الدراري قال لك ولو يكون كيما كنقولوا بطل العالم ما كيهموش هو وما غيفيدنا بوالو، قال لك خص تكون عندك بطوله المغرب. دابا استغفر الله العظيم، دابا هاد السي رشيد لصق لنا بطولة المغرب، دابا غنقارنوا واحد بطل المغرب مع بطل العالم؟ بطل العالم ما غنستافدوا منه والو، السي رشيد بطولة المغرب غنستافدوا منه.
واخا يكون قاري قال لك ما غنستافدوا منه والو. اي سي رشيد راه اللي قاري ما يقولش لنا كلوا البيض بقشور، واللي قاري ما يقولش لنا الدراري كلوا جوج كيلو سنيده. وغتقول لي انا بلي كنت غنضحك، غنقول لك اللي كيضحك كيفوك الحجايه في الاخر، قال لهم الدراري راه حنا قصارين عندك الدراري تمشيو ديروا انت. لكن انت كتضحك فداك راه ما ضحك ما والو، وكتخليها معلقه هكاك. كاين وليدات صغار كيديروا الزبايل ويديروا المشاكل، والديهم اللي كيوحلوا فيهم. غنشوفوا الدراري واحد الفيديو. هذا اللي كيهضر عليا في الامارات كاع الناس اللي كيحبوني سوتو الناس الصغار، الناس اللي كيبغوا يموتوا، بغيت هاد السيد سيم يلا ما بغيتوش يبقى. حنا بعادي على الدقان دابا كما كنقولوا قصد العين تشرب. دابا الدقان على فؤاد فليكس، وهذا اللي في الامارات كيهضر عليا بغيت الدراري اللي كيحبوني سينياليو. انت ماك سحب لك اليوتيوب سوار شو عندك انت ولا انت باغي تطلع دير فيها اللي بغيتي طايبه على عباد الله واللي طلع دوك تبغي تسكتو. ما تعرفش تسكتني يا صاحبي، غتغلط غنمرضك، غتغلط غنحاسبك، اش فهمتيني؟ غطلع تهضر زوين غنحتارمك، غطلع تحط شي حاجه زوينه غنحتارمك، نطلع ندير عليك فيديو انا ونشجعك فيه. الانتقادات انا انتقدني دريت في عمره وقال 17 عام على انني كنهضر على الدوباج وما دويتش معاه. طلعت انا درت ليه جيم وكومونتيت لك اللهم بارك ونسكريني ونحط لك فيديو لو بغيتي، ونتقدني واحد اخر عادي. ماشي انا ننتقد عباد الله وما بغيت واحد ينتقدني. تغلط غننتقدك انا واحد الفيديو خصيص انا نحطه لك با رشيد انت وغنحاسبك انا دابا عليه. وطلق معايا ودنك طلق السخون وتصنش. يعني العين ديالي والتجربه ديالي كنهديها لكم كاملين، يعني باش تدوز واحد الفتره كبيره انك تلقى واحد النتيجه معايا انا خلال ثلاث اسابيع اموا بحال خدمتي بوحدك عام او عامين. ثاني حاجه عندي كنختصر لك جيبك، يعني ما كتخسرش فلوس كثير على واحد النتيجه اللي هي بسيطه، بلوس اني كنختصر لك لونطريمون واحد لوبجيكتيف غتوصلو باقل مجهود وباقل تغذيه وباقل مصروف، يعني كما بغيتي تولي كتولي اسرع وقت. دابا هذا الفيديو هذا اللي درتي انت غادي نهضر معك فيه انا مني ليك او نشاركه معنا الناس اللي كيتفرجوا. دابا انت السي فلان ان الواحد غيشد ياخذ معك تدريب خاص اللي غياخذوا في عام ياخذوا معك انت في ثلاثه السيمانات. دابا هذه ماشي عياقه، شكون اللي كيستحمر الشعب المغربي انا ولا انت؟ دابا شكون؟ ثاني حاجه قلتي ليه باللي باقل تكلفه ياك وباقل مجهود، كيفاش درتي ليها؟ هذا السيد ما غيترينيش مزيان باقل مجهود غيقدر يوصل للنتيجه وباقل تكلفه. غتوكلوا البيض بقشور حيت فيه الكالسيوم، وغدير له بيبسي وكوكا بالقهوه نسكافياك، وغتضربوا جوج كيلو ديال السكر وفي عام يقدر ياخذها في ثلاث سيمانات. انت راه بنتي لي اللي غيتريني عندك، هذاك الا كان عايش عام انت غتسالي معاه في ثلاثه السيمانات غتصيفطو للقبر. دابا دخلت عليك بالله انت جاوبني، بغيتك تجاوبني على هذا الفيديو هذا، نساو الفيديوهات كاملين كيفاش درتي ليها. دابا انت هذا الفيديو اللي كدوي عليه انا غادي نتريني بك باقل تكلفه وباقل مجهود، واللي غتاخذوا في عام تاخذوا في ثلاثه السيمانات. والدراري اللي يقدر يجاوبني على هذا، المهم الدراري اللي بانت لكم هذه المعادله صحيحه خليوها لي لتحت في لي كومونتير. هذا هو البلان، والله ما نقدر نقول شي حاجه. انا دابا حبس لي الحزره في هذا الفيديو هذا. واسمع اخي الموت غنقول لك واحد القضيه، وغنقولها للدراري المتتبعين ديال فؤاد فليكس، دير عقلك اخويا وتعامل مع الناس مزيان، واعتبرني خوك الكبير او خوك الصغير، مي اعتبرني ما كنفكر مازال كنريزوني. دير عقلك، المغاربه راه ما كيتستحمروش، راه انت اللي كتستحمرهم، ولكن راه ما كيتستحمروش، راه ما عارفين الصح فين والغلط فين، فهمتيني؟ حاول ما امكن دير شي رساله ساميه لعباد الله، عاون عباد الله، الا عندك شي حاجه وانت واحد الانسان كفء اعطيهم داكشي اللي عندك، ما عندكش بلاش. المهم دابا راه انت عارف وانا عارف باللي انت عارف داكشي اللي انا عارف. الله يهديك، وهذا هو البلان الدراري، وكنتمنى من الله يسهل الله على الجميع والله يهدي الخلق.